جوائز أوسكار الإعلام السياحي لهذا العام من القرية الفرعونية التي تمثل نموذجا حيا لمصر بكل مواقعها التاريخية والأثرية. ونشكر أسرة القرية التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنقدم هذا المزار السياحي للوطن العربي من خلال برامج المركز العربي للإعلام السياحي. نحن نتشرف بأن المركز هذا العام يبلغ 10 سنوات من عمره. هذه السنوات العشر حقق فيها انتشارا كبيرا على مدار الساحة العربية. أصبح للمركز 15 فرعا في 15 دولة، وإن شاء الله هناك مراكز أخرى تحت الإنشاء ليزداد بذلك عدد الدول التي يوجد بها فروع للمركز العربي للإعلام السياحي.